بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. اليوم إن شاء الله غادي نحط واحد الوصفة فعالة في قبول ومحبة وهيبة في القرآن، نافعا جدا للبنات المتأخرات عن الزواج، البنات اللي عندهم تأخير في الزواج. إن شاء الله بحول الله وقوته سوف تنفع معهم هذه الوصفة إن شاء الله. وصفة مجربة في هاد الشهور العربية، إن شاء الله ديروها وانتم مطمئنين، وإن شاء الله غتكون معك بالخير والنفع إن شاء الله. المهم غادي نشري واحد الكميه ديال الريحان وكميه الحرمل، فيها الحرمل والريحان والحنه وورق السدر والبابونج والورد، المكونات ديال المكونات جيده في وترى هي حب السعود، ترى هي حب السعود صالحه والحرمل أو الحرمل أوراق السدر والحنة الريحان، الريحان مذكور في سورة الرحمن. غادي نقراو عليها نقراو عليه سورة طه، هادشي غنقراو عليه سورة طه، غنقراو عليه سورة طه مرة واحدة، ولكن نقسم هاد على ثلاث أجزاء لأننا نديروه ثلاث جمعات مع التمر. نقسمه ثلاث أجزاء ثلاث جمعات إن شاء الله. التمرات يكون عدد اللي بغيتي، 7 أم 8 أم 9 أم 10، العدد اللي بغيتي، أما خدي 7 9 11 3، المهم العدد اللي بغيتي. نقسم هاد الوصفة نقسمها ثلاثة جمعات. البنت اللي بغات تجوج خاصها أنها تصبر على هاد الوصفة وتديرها إن شاء الله، غادي يكون عندها حظ سعيد إن شاء الله. التمر وناخد هاد الكمية، ولكن نقرأ عليهم ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، نقرأ عليهم سورة طه كاملة الفاتحة، ونقرأ ركعتين، نصلي ركعتين بإذن الله سبحانه وتعالى، نصلي ركعتين ونحطه أمامي ونقرأ عليه سورة طه كاملة. ناخد الجمعه الاولى ناخد كميه هكا ونطبخها في الماء، نوضعها في الماء لان مقري عليها الماء، مقري على هاد الكميه، مقري عليها صورتها، ولكن غادي نضيف الماء اللي غادي نعوم به، ولكن الصباح غادي نضيف اليها ماء دافي ونعوم بها في مكان طاهر، ونجمع كل شيء، الماء والعشوب اللي طبختهم غادي نجمعهم وغادي نوضعهم في كيس من كترش الماء، ما يكونش الماء كثير، نجمع الماء في شي قرعه بحال هذه قنينه، نجمع فيها الماء نخويها في شي مكان عاشب، وناخد هاد العشوب اللحوم في مكان عاشب حتى هما حيت تبختهم. نقسم المكونات اللي قريت عليهم سورة طه والفاتحه، وان شاء الله بحول الله نقسمه على ثلاث اجزاء هكا ثلاث أجزاء، ولكن المكونات غادي نحطهم في شي آنية ونضيف إليهم ماء دافي بحال هكا، نضيفهم هكا
في نضيفهم هكا مع التمر. هانتوما التمر اللي يبغى يعوم به بارد يعوم به ويجمعوه في قنينة بحال هادي ويصفيه ويعوم به، يخويه من فوق رأسه إلى تحته ولو يكون بارد. دابا الصيف اللي بغى يضيف إليه ماء دافي ضيف، ما تبخوش لأن ماء القرآن لا يتبخ. إذا نحاول نصفي هذه الكمية ونخويه، ندو نمر على لحمي من فوق إلى تحت ولبس الملابس ديالي، ما فيه لا ملح لا والو، فيه الريحان والحنة وورق السدر والتمر والحرمل والورد صافي والحنة، نعوم بهم نضيف إليهم ماء تلهنة دافي ونعوم بهم، نخويهم على الجسد ديالي ولبس الملابس ديالي بحال البنت اللي خدامة أو عاملة، تعوم بهم مع الفجر أو الشروق أو الصبح إن شاء الله. أما البنت اللي عندها عطلة أو جالسة في البيت تاخدو مع تعوم به وقت الصلاة الظهر أو العصر يوم الجمعة. دير هذه الوصفة 3 جمعات إن شاء الله، 3 جمعات إن شاء الله بحول الله وقوته. إذا ما بقى لي غير نقول لكم إن شاء الله بحول الله، حافظوا على الماء وخويه في شي مكان طاهر. إذا ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابونوا عندي بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.